متضايقه، ما تمعضوش من اي حد عايز يتصور معاهم، حد عايز بقى يدوم التيشيرتات بتاعتهم. ابو تريكه ادى جزمته الواحد هناك، جزمته جزمته الواحد. ده الواحد. فيعني انت ليه ما جاتلكش جلابيه زي اللي جات لكابتن ابو تريكه؟ بمناسبه الجلابيه بقى، ما ابو تريكه عنده تواصل هناك مع ناس مشجعينه، فاحنا لقينا ابو تريكه نازل لابس اللبس البلدي. طبعا احنا معناش لبس بقى، الشنط مش موجوده. فابو تريكه نازل، فطبعا مستر مانويل ما بيفوتش، فبص لي كده قال لي ابو تريكه خلاص دخل البرلمان المالي. وطبعا مشيت بقى سياده النائب البرلمان المالي ابو تريكه، وكان لابس بقى الزي بتاعه، وكان حتى يعني في صوره طالعه له وهو بيقوم الصلاه وهو لابس اللبس ده، وفضل لابس الجلابيه. والله يعني عارف دي الروح بقى الايه الحلو، زي ما بقول لك الجيش بيقول اتصرف، هم اتصرفوا.